result in significant maternal and fetal morbidity and mortality. يعني ايش اهميته؟ ليش انطوا اكثر وقت ساعات من كل محاضراتكم؟ ليش راح تيجي علي بلك الاسئله؟ لان يا عم morbidity، morbidity شنو يعني؟ تعوف سايد افكت بالمريضه، ممكن هذا سايد افكت ممكن يقلل الفيرتيليتي، ممكن مورتاليتي ديث. انتي بعد ماكو شيء انجري، انجري يعني irreversible injury، تموت المريضة. زين، there is one maternal death every minutes. شوفوا يعني كل دقيقة دا تموت مرة بالعالم كله. زين زين، what emergence serious، أكيد خطر، or occurrence that happen unexpected، حتى لو متوقعي ما نقدر نمنعه. إحنا مو قلنا ال PPH احنا نحاول نسوي active management of the third stage، وقلنا 60% تقلل البليدنج، بس بقول 40%. اذا هو expectedly او unexpectedly هو happen، بس شنو need immediate action. يعني هو انت متوقع ما متوقع، انت يراد لك immediate action. اوكي next، there is a rule of good antenatal health. شلون نقلل من الامرجنسي انه تأذي المريضة؟ شلون؟ تتذكرون احنا بكل ترايمستر كنا نقول نسوي اتش بي؟ زين، ليش؟ وخصوصا الثيرد ترايمستر، يعني اني بالثيرد ترايمستر اذا مريضة ما شايفتها نهائيا، ما شايفتها، وجدتي قبل ساعة من الولادة اسوي الاتش بي، وانتم شفتوا الجروبات اللي دامت نسائية، قالت قالوا لها دكتور عاني اجيت وقبل ساعة داروا لي بطل دم. ليش؟ لان كانت انيميا. ليش؟ لان الانيميا هي ريسك فور بي بي اتش. فهو اذا انت عندك جود انتينيتال كير تقلل الريسك مالت الانيميا اللي هي سبب بي بي اتش. بعد فاي ميديكال ديزيز، اذا انت كنترول الدي ام تقلل الانفكشن، اذا انت كنترول الهايبرتنشن تقلل البرين اوديما والانجري والكلامسيا اللي يصير بوست هاي، اذا انت مثلا عندك فد بلفيك انفكشن او سايكو انفكشن مثلا اندومترايتس كوريو بالانتينات الكير كله، هو الانتينات الكير ترى إلى الليبر يبدي كلها، هذه تقلل الريسك during the intrapartum. okay زين، occurring and include good general health. دائما نخلي المريضة in good general health، healthy wealthy تمارين، أكل زين، الاتش بي مالتها زين، عن aerobic condition، نقولها ماما طلعي الهواء طلق، هذا مهم كلها حتى تفوتين الولادة بصحة وعافية. حتى لو صارت في emergency من الصير إليك، الجسم ما تستجيب بطريقة غير ما تستجيب اللي مع العلي، اللي قاعدة بالبيت ما تتعرض للشمس، اللي اتش بي مالتها قليل، اللي infection، اللي زين. okay supportive half environment، احنا دائما السوشيال هيستوري والفاميلي هيستوري، السوشيال بالذات ليش نسال عليه؟ حتى نعرف هل هي سبورتيف، هل هي اقدر اسوي اني مانيبيليشن للتريتمنت مالتي، هل ادخل المريضه؟ اكو مرضى ما عندهم جود سبورتيف هيلث، ادخل المريضه من ال 36 خلي اني اداريها بالمستشفى، اضبط لها الاتش بي، اضبط لها انتي بايتيك بفلويد بهايدريشن بجود دايت، احسن ما تبقى مهمله بالبيت حتى من تجي تولد 38 او اسوي لها اندكشن بال 40 هي ان جود هيلث. اوكي سو is screened for a variety of risk factors. Any problem that are identified should be acted on. أي risk factor قلنا DM, hypertension, HBG, general urine. تدرون general urine هم من يأثر؟ حتى إذا كانت gastroenteritis وراح يصير contamination, sexually transmitted disease لازم تتعالج، لازم نعرف viral load، لازم الهيباتيتس نعرف السكرين ماته، لازم نعرف كل هاي الأمور، لازم بالانتينيتال حتى تقلل الموربيديتي والمورتاليتي. هسه صار هذا الشيء صار. هسه احنا بالمستشفى ما يميز مستشفى عن مستشفى التيم المدرب، يعني يقول لك والله حولها المستشفى اليرموك او مدينه الطب، لان دولة لو يعني لو المريضه اصعب شيء يحلون مشكلتها. سامعين هاي السالفه؟ ليش؟ لان دائما التيم يدخل دورات، دورة الالسو والمستشفى اللي تكون بيها بورد دائما updated،
يعني دائما النيو موداليتي اوف مانجمنت، تجيها اجهزه، تجيها تبرعات، تجيها اشياء، استافها عددهم هوايه، يقبلون دائما اكثر. فاذا انترا بارتم كير يكون الانترا بارتم كير اكثر، يسموه تيم وورك. دائما هسه كل العالم دا يشتغل على تيم وورك، حتى بالمستشفيات الاهليه يعني عندك تيم وورك اللي هو فيرست وسكند وثيرد وفورث. يعني احنا 5 مراحل نداوم بالصاله، ومرات المراحل الاولى على 2-2. ليش؟ حتى يصير تيم وورك. اكو تيم مشغول بمريضه كريتيكال، التيم الباقي ينشغل بمريضه كريتيكال. ما معقوله اكيد بالصاله اكثر من مريضه كريتيكال، صح؟ زين. هذا رول ان ديكريزينج ذا ريسك فور ذا مذر اند بيبي. اذا انت اورجنايز وتعرف تتصرف وميديت اكشن تقلل. يعني كل ما صار البي بي اتش واستعجلت انت ان طيت دم وطيت فلويد وسويت كروس ماتش ودورت على الكوز وساعدك ابو الانستيزيا ودخلتها برايس ستيوتشر ودزيت ابو الفاسكولار القريب منك وسويت انترنال لاجيش، كل ما قللت الموربيديتي والمورتاليتي على المريضه. زين الكوزز، شنو الكوزز هاي تنحفظ مثل اسماءكم اشرو عليها كوزز، ما شنو الامرجنسي تجي هذا ديفرنشال دايجنوستس تجيون من تقعدون تقرون. يعني اذا اجيب لك كيس سيناريو، مريضه صارت انكونشسنس مثلا، فايتالي صارت براديكارديا، يعني فانت مثلا شي يجي سب اركينويد الاكلامسيا، بين الاكلامسيا راح اقول لك تونيك كلوني، فاجيب وحده من عندها هاي الدفرنشال راح اجيبها كيس سيناريو. اتفقنا؟ زين. فالانتراكيرين والسب اركينويد هذا يمشي بدفرنشال دايجنوز ترتبه، والهيد تروما تسال من الهيستري اكو هيد تروما. زين المريضه عندها chest pain، يعني اقول لك chest pain referred to the left، شلون سيناريو الباطنيه راح اجيب لك اياه واقول لك شنو الديفرنشال دايجنوسيس. دائما الهارت والتشيست قريب، والبرين السباركونيد والانتراكرين والهيد تروما دول قريبين. تبقى الدسنيه والتكبنيه يدخلون منه، يدخلون البولمونري امبوليزم، التنشن نيموثوراك، الامنيوتيك فلويد، دول يدخلون بالدسنيه والتكبنيه والتكيكارديا. اوكي والانافلكس سيستميك مثلا اقول لك سادن شوك، اقول لك مثلا ماخذ دراجز جيفين باي ميستيك او سمثينج. اوكي مثلا اقول لك ادكت اللي قال دراج. زين فارماكولوجيكال ماجنيسيوم، المريضه اكلامسيا اون ماجنيسيوم راح تعرف انه هذا صارت ماجنيسيوم سلفيت توكسيس. اوكي سنون انكونشسنس. اوكي زين بلاسنتال ابربشن اللي هيموراج دوله. هسه دخلنا السبسيز، راح اقول لك كل اكيد راح تجي بقى السبسيز، مو شرط فيفر، ممكن اجيب هايبوثيرميا لان هو اول شيء هايبرثيرميا، بعدين يصير اكزوستشن، يصير المريضه هايبوثيرميا وهي الاخطر من تصير هايبوثيرميا. اوكي والبي بي اتش بعد نيكست، راح اقول لك المريضه صارت بليدنج، صارت شوك، صار فيتال ديسترس. في السيناريو ما راح تحير بيه، بس راح تحير بالديفرنشال دايجنوسيس. فانتوا كل يعني حاطتها القريبات من بعض راح تعرفون. مثلا انتي بارتم مبينه، انتي بارتم يا اما بلاسنتال ابروش بريفيو، شلون الابروش اقول لك شو تسوي حتى الابروش، شي اجيب لكم ترى اربط محاضرات الابروشن والبريفيا اربطها بالاوستاتريك امرجنسي. شو راح تسوي؟ شنو الانفستيجيشن حتى ابروش؟ واذا طلع هذا الدايجنوستس شنو المانجمنت؟ هيك راح يجيكم سيناريو. اوكي زين الاوبستاتريك امبين، الشولدر ديسوشي اقول لك ديليفري اوف ذا هيد. زين اعطيك واحد من الساين مثلا، شنو الاكشن؟ تعدد لي او شنو الديفرنشال دايجنوستس؟ ماكو غير هوش. اذا ممكن انا اقول لك شنو الديفرنشال دايجنوستس تقول لي ماكو، هو ديفرنشال شولدر ديسوشي. ممكن احيرك كل شيء يصير بالدنيا. امبلايكال كورد مبين، اقول لك المريضه سادن فيتال ديسريس او يو ميك اي ار ان صار فيتال، او اقول لك المريضه هيستوري اوف رابتشر ممبرين ان ذا هاوس كامينج تو يو نيجاتيف فيتال هارت. اوكي وات يور اكشن؟ اوكي هذا الربط بين ذيك المحاضرات اللي اخذتوهم امتحنتوا بيها ويا ربط ويا الاوبستاتريك امرجنسي. يوسرال رابتشر راح اقول لك المريضه الليبر مثلا بريفيس كار، ولا مو شرط بريفيس كار، هسه نجي ان شاء الله وراها. مثلا اقول لك مالتي
بيتوسين، صارت تاكي كارديا، صارت شوك، او صارت بليدنج، او صارت فيتال ديسترس، كل الساينس تبع انطيك اياها واقول لك الديفرنشال دايجنوسيس، تقول لي يوترين رابتشر. زين، او مريضه اقول لك بوز ديليفري ان ذا ثيرد ستيج، وين المريضه ديفلوب سادن شوك، هو هذا الهيستوري يجي سادن شوك ويز نو اوفيس، علمتكم ويز نو اوفيس بليدنج، مو ذاك البليدنج، اليوتران انفيرجن ما يسوي، حتى لو البلاسنت بعدها اتاش تو ذا يوترس ما يسوي ذاك البليدنج. اي امباكشن اوف ذا هيد اوف ذا اتسيزارين، هذا لازم شو تسوي؟ لازم منو تصيح؟ اوكي ميديكال امرجنسي بولمونري امبولس امنيوتيك فلويد، هذول اموت عليهم، واحده منهم اجيبهم. اوكي السيناريو مالتهم شنو؟ السيناريو مالتهم ديسنية تكيبنية chest pain. اوكي فاقول لك what differential diagnosis و how approach، اهم شيء الانفستيجيشن بتسوي تحفظوها، اهم شيء. شو تقول قتيبة؟ موجود قتيبة؟ كلش يحب هذا الموضوع هو. يلا next. زين يوتران رابتشر، اكو طلاب اكو شيء اسمه يوتران ديسنس، يوتران رابتشر، الديسنس تفتح بعد البريتوني انتكت، ما طالع البيبي من الاسكار. اوكي اتفقنا، ما طالع من الاسكار، رابتشر رابتشر مفجور وطبر، الاسكار كله مفتوح، ابوف ذا سكار، بيلو ذا سكار، ماكو سكار، مطشر اليوترس، ما كان اكو سكار، واللي قاله ما كان ويك اريا وفتحها وطلع البيبي. اوكي separation of the muscular wall، أكيد هو ما يطلع إذا ما ينفتح المسكولار wall of the uterus usually occur during life، بس usually، بس ممكن يصير antepartum، إيه ممكن. okay occasionally happen during the later weeks of pregnancy، لأن later weeks أولا over distension صار thinning head down big baby أكو contraction، فهي هاي الأسباب. وقلت لكم أكو case report كان 16 week just جتي رابتشر ويوترس، ليش؟ لان كانت بريفيوس 5 سيزيريان سكشن، هذا كله فايبرس تشو السكار ويك، صاير عنده سيفير كونتراكشن، بدل ما يصير عنده اكسبولشن لقى له مكان البيبي وطلع بالابدومين. اوكي نيكست. زين توتال ديسربشن اوف ذا وول، اللي رابتشر قلنا توتال كله يتحطم ويطلع. زين with without extrusion of its content، يعني اما البيبي جوا مرات اذا مثلا الظهر مات على السكار والهيد داون ما راح يطلع، بس اذا هيد او هان تطلع بسهوله. اوكي بس اذا الباك التشيست ما يطلع بسهوله لان هو مرتبط، بس الاجزاء المتفصله مثلا الايد الرجل، اني مره فتحت طلع الرجل اثنين طالعت لي من الاسكار، ليش؟ لأن البيبي داون very down، يعني كان بالسكند ستيج، هو أكثر شيء صار بالسكند ستيج، البيبي داون بحيث أني سحبت يعني بريش من فوق على الرجلين من الاسكار، فالأشياء المتمفصلة بالجسم هي اللي إيزيار تطلع. أوكي زين بحسس شنو؟ هرنيشن أوف انتاكت أمنيوتيك ميمبرين، خطية محافظة تشيس مات البيبي محافظة إنه يطلع، لذلك بالديسنس أقل مورتاليتي على البيبي، مرات تلاقيه لايف وتشتغله سيزارين وتطلع البيبي أوكي وتمشي الأمور. أوكي زين يوتران سكار رابتشر، هو يوتران رابتشر وحده يصير with or without سكار، يوتران سكار رابتشر بس هو نفس الشيء، إحنا نقدر نقول اثنينات سيرفيشن أوف ذا سكار ألون إنسيا، يعني هذا السكار اللي أني فاتحته نفسه هو فتح كأنه أني جاي راجعة فاتحته بالشلفة ماتي. أوكي اي with involvement of the amniotic، زين دائما يطلع ويا الامنيوتيك او مرات تلاقون الامنيوتيك انتاكت، بس هو الديزيز هو الانتاكت ممبرين اذا عجبكم اياها ام سي كيو، والربشه all the layers. اوكي يلا next. زين uterine dehiscence involves my material separation at the site of uterine scar from pre. ها شنو قصده؟ قلنا الرابتشر يصير with or without scar، بس الدهيسنس ما يصير إلا أكو سكار. أوكي إلا أكو سكار، ما يصير دهيسنس إلا أكو سكار. زين remain السروز remain. زين uterine rupture on the other hand involves the entire thickness of the uterine wall sent in communication between the uterus and peritoneum، يعني الكونتنت تلاقيها بالأبدومن طايفة. اوكي هاي اللي سفير اللي تتأخر ما تجينا اللي هي يمنى جزء مقابلة يم أحد سمون. اوكي
يلا next. اتفقنا ديزنس لازم سكار رابتشر وذ اور وذاوت. اذا اقول لك يوتران سكار رابتشر اكيد هو بريفيوس سكار. زين زين يوتران رابتشر سيبريشن اوف ان اولد يوتران انسجن وذ رابتشر اوف ذا فيتال ممبرين سو ذات ذا انتاي يوتران كافيتي اند ذا بريتونيك كوميونيكيت. واحد ينفتح على اليوترس كوميونيكيشن ويا الابدومين. ديزنس اوف ذا سكار داز نوت of the fetal membrane. هاي عاد نفس الشيء. Rupture is more acute while disease is more gradual. يعني rupture sudden severe pressure. ليش هذا المونتفيديو يونت يستخدمه الانترايوتران كاثيتر لذول اللي عندهم اليوتران سكار. المفروض احنا ندخل كاثيتر. زين من يصعد البرشر عندنا برشر معين 80 90 المفروض هاي نوقف الليبر ندخله لان احنا نعرف قد هذا الضغط راح يفتح السكان ما يتحمل. عندنا احنا طبعا هاي الفاسيلتين بتعتمد على الفايتال ساين. زين بس الديزنس لا جراجوال ديس على الضغط ما واصل ضغط بحيث يربتشر اليوترس. جراجوال على كيف يصير كونتراكشن ثينينج 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 يبقى ثينينج ما واصل الضغط بحيث يضغط يفتح السكان. اوكي نيكست. Causes during pregnancy. قلنا occasionally during pregnancy ولا هو يصير intrapartum. Weak scar after previous operation on the uterus. دائما نقولكم من تروحون انصحوا مثلا مرت أخوك أختك أي أحد من زملائك أهاي تروح على السينير. كي قال تروح على السينير. ليش؟ لأن أنت الweak scar subsequent rupture of the uterus هو هاي المصيبة. يعني أنت كل ما اشتغلت السيرجري زين الريزلت مالتك ما حتبين هنا. حتبين وين هو راح يصير تحمل اليوترس وينسد. اوكي بس راح يصير ويك سكار. السبسيكوينت بريجننسي مثل هاي المرضى اللي قلت لكم ما توصل جزء 20 ويك توصل 28 ويك كونتراكشن. طبعا اكو ناس يصير عندهم بريتيرم ليبر بريماتشور كونتراكشن تجي الركض ادخلك مستشفى ممكن افتحك بريماتور ممكن ادخلك اعطيك توكوليتيك لين انت ريسك اوف رابتشر. سي اكسجن اوف ايوتراين سبتم دول اللي مسوين سيرجري شايلين السبتم كونجنيتال ابنورمال خصوصا اذا هو كان على طول اليوترس دول معرضين طبعا اكثر لان هذا ويك وكوتري ومخيطين فهو سكار وعلى طول اليوترس دول معرضين اكثر انتو يصيرون رابتشر. بريفيوس بيرفوريشن اوف ذا يوترس بالدايليتيشن عن كورتاج. هذا الكورتاج اللي تستهزئون بيه مرات واكو هواية بيرمننتية هاي يجي ويسوي بيرفنش يلا هو زرف هاي القدوتة ممكن سبسيكوان يصير هيرينج باي فايبروسيس ديفكت اريا ريسك انه يصير ويك اريا وتفتح اليوترس. اوكي هيستروسكوبي وسويت بيرفوريشن او فورسبس ديليفري اللي احنا ما نحبه وليش نسحب تقريبا من العالم يعني هو يسوي رابتشر. زين هاي أنواع السيزيريان إيش حبيت تعرفون سيزيريان 5% الفوق ريسك هاي لا تحفظوها هاي مال بورد أشياء. أوكي سيزيريان 5% صب الأبر أكثر شيء وين هالف كل نص الكيسات وين تصير باللور سيجمنت. أوكي وكل بوستيريا البقية حوين بالبوستيريا. أوكي ياما وياما إحنا نفتح اليوترس قدامنا ماكو شيء يصير. ده تشوفون هذه الصورة اللي على اليسار شنو ديزنس واللي على اليمين رابتشر. اوكي ماشي يلا نيكست. زين during labor عرفنا الكوزز وعرفنا اللي عنده سكار اللي مسوي اي سيرجري. اذا اقول لكم شنو الريسك بريفيوس او شنو دول اللي اوفر كير اللي عن ريسك مال رابتشر تقولوا لي مثلا اللي عندهم يوتران سيرجري مايوماكتومي بريفيوس ويك سكار بريفيوس فاجينال افتر سيزيريان حس ديورينج ليبر يوتران هايبر ستيميليشن قابله خبله وتريد تجيب المريضه بالها ماديات عندها لود تجي وتعلق بيتوسين وذات هاي احنا ممثلنا الاطباء نكون بريكوشن ونحسب كونتراكشن ونحسب
تايتريشن نحسب كل نص ساعه ويا فيتال هارت هذول هاب هازارد لي ورب العالمين ساتر على الدنيا من وراء القابلات. اوكي زين. فاوكسيتوسين وبيتوسين اندكشن اور اوجمنتيشن اوف لاب. الاندكشن والاوجمنتيشن هم ريسك ديورنج ليبر. اوكي خصوصا شنو المالتي بارا اوبستراكتد ليبر اللي هو ما يصير. احنا قلنا نوصل المريض اوبستراكتد ليبر ليش؟ لان يعني هو هذا الريسك انه البيبي ده مثلا ماكروسامك فيتو هذا غلط اكو فيتو بولفيك ديسبروبورشن صلحوها طلاب هاي فيتو بولفيك يعني او سيفالو بولفيك ديسبروبورشن سي بي دي. انت تيجي تنطي او هو من رب العالمين كونتراكشن كونتراكشن على ابستراكت مثل النفاخ لما نطق بيدك مو صحيح انت تارسها هواء او ماي وتضغط تضغط تضغط تشسها وتلاقي لها مكان ويك الطق من عنده. اوكي زين. انترايوتران مانيبيليشن انترنال فيرجن لازم تكونون محذرين. هذا الانترنال فيرجن ان ما نسويه للسكند انتوين صح مانوال موفر اوف ان اديرت بلاسنتا جيت انت شوي البلاسنتا جيت تطلعها انفتح السكار خصوصا بيدك ما يصير نمد ايدنا عليه او البلاسنتا اذا ديلي ما يصير ندخل ايدنا في صالة الولادة على مريضة بريفيا سكار وهاي لازم ننتظر ما صار سيبريشن نوديها صالة العمليات ونفتحها. اوكي طلاب زين. Forcible dilatation, cervical tear, a weak scar, cesarean section or other operation. إحنا أكثر شيء يخوفنا هو الobstructed labor اللي ما يصير إحنا نوصلها طبعاً واللي previous scar. Okay. واللي بيتوسين طبعاً. شوف severe uterine contraction ده ضغط على البيبي. شو راح يصير؟ يصير رابتشر. شوف يلاقي ليا مكان. Weak يطق من عنده. دائماً باللور سيجمنت قلنا half of the cases. شوفوا هاي مزربل اللي على اليمين مزربل هذا متطشر اليوتراس هذا ترى مو بريدي أسكار شوفوا بعيد حتى عن الأسكار مع السيزارين. اوكي زين. اكو تايبس ليش احنا بنين كومبليت رابتشر تفتح تلاقي قنبلة مفجورة باليوتراس هذا حتى نعرف احنا المانجمنت ليش اكو ينتهون بير لأن أكو شيء اسمه incomplete rupture complete هاي طلاب for you يعني لا كل شيء تقوم به المهم الكوزز والمانجمنت depending on whether the peritoneal coat هي هاي depending مكتوبة لو أي depending on whether the peritoneal coat is torn through or not زين يعني إذا البريتونيوم بعده يعتبروه incomplete بس هاي بس أنا أقول لكم إذا extension من اللور إذا الأبر يسمو complete إذا فد شيء صغير incomplete لأن الريبير ما تم هاي قلنا إذا فزر البريتونيا overlying the is disrupted and incomplete البريتونيا is intact no clinical relevant شوف ما يهمنا إحنا المهم نقدر نصلحه لو ما نقدر زين أكو spontaneous rupture contraction contraction ممكن هي المريضة اليوترس مالتها بي congenital abnormality صح مو قلنا spontaneous histodelogematic congenital abnormality او scar rupture or traumatic rupture شنو traumatic rupture اني قبل ما اوف بالبورد واجي عليكم حادث مع سيارة على جسر الجادرية السيارة جاي دامتهم واقفين ما ادري يشوفون ما ادري المتعلي شنو هاي يوقفون على الجسر وهاي فالمريضة مشمورة فايت الحدايد هاي مات الجسر ماكو جانبية فايت بالأبدومن وين واصلة لليوتراس بحيث يعني الحديدة شاق اليوتراس تقريبا نشال اختفى ما رهم لها أي ريبير لأنه فوق الجو الحديدة والهيمورج احنا تقريبا كنا 7 أطباء فتنا بيها أبو الفاسكولار يريد يوقف أبو الجراحة يريد يشوف البول مضروبة الدنيا كلها كانت مضروبة يعني تصوروا حديدة وتدخل لأن واحد كان ظاهر سكران هاي وهم واقفين على الجسر جاي ضاربهم صعد عليهم على الرصيف ودافعهم ما واقعين بالشط الحديدة فايتة بيهم بس تشوفون الضيب فكل الشان خطية احنا قلنا ممكن نعكم فول كونتراكشن يجي every 1 minute 2 minute 3 minute هاي between contraction اللي هو efficient or not efficient البين ما يروح منها وsharp pain زين وتحط ايدك على السكار تندر نصيح المريضة تعيط هاي كلش good sign انه اوكي okay. شوك ممكن المريضة
شك هواية هواية من تجي من القابلة رايحة هاي كل السانوس سبتم اللي حقول لكم مع الفاجينال بليدنج عبرتها عبرت هالمراحل الخطية عبر الابدومن البين ومصيحة وقايلة يا بالوجع ومكفشة شعرها وكل شي مسوي المريضة واصلة شوك يلا توصلنا اوكي فاجينال بليدنج اوف كورس طبعا انديتكتد فيتال هارت بيت ممكن اذا طلع طبعا الهيد مات هذا يديد راسا اوكي بالبابل فيتال بادي بارت شفتوا هسه الهيد برا ممكن اني بالابدومن احس الهيد ايزي يعني ما ظل بس الابدومنال وين الوول ما كفد يترس وما صل ما حسه يجي جوه ايدي رأسا اوكي زين سيشن اوف كونتراكشن بعد من طق اليوترس بعد من يصير كونتراكشن اكو فتحه هوائيه تطلع الهواء التبريد كله راح بعد ما يفيد اوكي زين ساين اوف انترابريتوني بليدنج طبعا هذا البلد اللي يتكون بالبلفس يسوي الريتيشن ممكن شولدر تيب بين تجي ممكن باك بين ممكن كل البريتونيزم تحط ايدك ريجيد ابدومن وبريتونيزم اوكي زين بعد ذا موست كومن ساين از اهم شيء قلتكم اياها اجيبكم اياها ام سي كيو صح لو لا اللي قبلها از ذا سادن ابييرنس اوف فيتال ديستريك انا حطيتكم عليها خط هاي مهمه اوكي يعني أنا إذا أراقب بوحدة المريضة previous scan صادين fetal distress رأساً أخذها بدون نقاش أخذ العمليات أوكي زين principal fortiment of uterine rupture ممكن هذا شنو أجيبكم يا نقاط بس عدد لي أوكي intensive resuscitation أول شيء قلنا لكم كل الإمرجنسي شنو الـ ABC تشرح لي إياها إذا عندكم السلايدات بس اكتب لي الـ ABC airway bleeding circulation كل زين emergency طبعا هو شو حسوي يعني ما حتفرج عليه هذا خير emergency laboratory وراح انطيها antibiotic adequate post operative care راح ارجع عليها وتابعها ممكن شنو ممكن هل ترى ترجع تنفتح ممكن تحتاج post operative هاي ممكن الكونسلنج ممكن future fertility افهمه كل هذا اللاين مال treatment زين بعد زين هسه راح يجيكم يشرح لكم واحدة واحدة رؤوس نقاط طلاب احفظوا نقاط رؤوس نقاط مثلا يقول الهايبوفوليميا قلنا زين بالسبسس والديهايدريشن والهاي براود سبكترم ايش تنطي مثلا هاي هيك بس اكتب لي اهم شيء الريهايدريشن فلويد اند بلاد ريبليسمنت ممكن نسحب بلاد اذا مثلا ما عندنا لايبرال ننطي شنو او نيجاتيف او ماشت بلاد وننتظر بين ما يتحضر لنا الكومباتيبل بلايت زين زين بعد سيرجيكال هسه انا دخلتها امرجنسي سويت لها ريستيشن لان هو حتى ابو التخدير ما يقبل اني اجيب مريضه شوك ما يقدر ينطيها تخدير حتى وريد يريد يحط لها كانيولا ما يقدر فاني اسوي ريستيشن وادخلها لابراتومي زين باللابراتي شو اسوي هيستركتومي تريتمنت اوف تشوز except any other compelling reason to preserve the uterus يعني باعوا أكثر الحالات ليش؟ لأن الريسك مال subsequent كزير بس إذا المريضة primary أو هذا أصلا في الفيتاس dead يعني مرات أسأل على البيبي مثلا parafor وبدأ أقدر حيلة أسوي ربير أقول لهم روحوا سألوها جد أدها جهال عايشين أدها ولد بنات ممكن فأقول يا بي هاني ليش دا أتعبوا عرض المريضة المورتاليتي خل ترجع الجهل هالأربعة تفقد يوتراس أحسن مما تموت وتديح دول الأربعة ما أنه مثلا حتى الطفل إذا ديد يا تعيش الدول الأربعة أحسن فأكو مانيبيليشن زين أكو هستركتومي توتال وأكو سبتوتال حسب الانجري ماتك إذا قدرت السبتوتال أحسن لك لأن هو طبعا السبتوتال يقل الانجري أنت طبعا الميرجنسي وصير عندك رابتر وبليدنج ماشي في دربك راح تضرب الطريقة الكليوريتا تضرب البلدر فمن تسوي سبتوتال ما توصل الدولة اللي داون فتسوي أنت تكون بالسيف ساد لا تأذي البلدر ولا اليوريتا زين رابتر ريبير كوجيني وان مي بي فورس تو ريبير مرات تدفعك الظروف قلنا انه تسوي ريبير الظروف الاجتماعية الهاي زين ريبير وذا سترلازج مرات تسوي ريبير بس ما مقتنع تقول هاي المريضة ما يصير تحبل نفس الوقت شو تسوي تيوبلايجيشن بس انت بريزيرف اليوتراس ليش حتى لصر المريضة قلنا مو قلت لكم الهيستركتومي يسوي بريماتشور اوفريان فيلر شافه ويقلل صحة المريضة هو اي اورجان يشال من البادي اكيد هو فد الى اكشن شافه حتى اليوتراس
الاكشن مالته مو بس حباله وجابه، لا ابد مو مع هذا، هو البلاد سبلاي كومبلكسز ويا الاوفري، فهو من ينشال بياثر على الفانكشن. المريضه اللي شافوا اللي تسوي هيستركتومي تصير بريماتشور مينابوز في 3 سنين، تبدي طبعا هاي مشاكل الاوستيوبروسيس والفلاشينج. اوكي زين، طبعا البيض هو نوت اتراكتيف بس maybe yourself especially in an skills hand مستعجل ما وصلك السينيور يمك سوي repair sterilization يجوز ممكن subsequent بعدين تسويها، المهم انت تكون بالسيف سايد. next هسه خلصنا اليوترال رابتشر. طلاب احد عنده سؤال؟ راجعوا نفسكم كلش موضوع مهم. هسه وضحت الصورة؟ صعبة السلايدات يابا؟ صعبة عمار؟ آمنة آمنة شو تقولين آمنة؟ كان صارت أسهل حبيبتي؟ إيه دكتورة صارت أسهل. صارت أسهل مو صحيح؟ لا تقول وخمتين اليوم نكملها كليتها وانتو نايمين مرتاحين. زين زين دكتورة، هي صارت أسهل بس الأسئلة هل يا ترى راح تكون أسهل؟ يعني ما أعرف يعني هذا الموضوع يمش عادي. أولي على أسئلة أولي هسه أقرأ هسه صار لي ساعة أحكي، هو أنا على 38 واحد المفروض أسد الزوم وأطلع. أني ووقتي أنا اليوم ترى ماخذ السادس الصبح وجاية من طريق وأنا ما عندي التزامات ومرضى ودا أخذكم هسه بوقت اللي هو هذا مخصص الأولادي صح له لا؟ 38 حضور يصير عمار؟ يصير؟ ما يصير، أنتوا ما تقدرون بس أنا الخاطر كم واحد بيكم ها هي إيه ما زال أكو موجودين. ما أقدر أحكي لا أطلع عند العرب يلا. ها إيه ما يخالف إيه يلا رجعنا خلينا نخلص مع هذا، هم خسرانين شلنا دخل إحنا. لا تخافون من الأسئلة إذا ما حليتوها أنتوا الغمضين وشوفوا بس شوية عيدوا وراي. يعني هسا اليوم أنا انطيتكم إياه باشر قعدوا الصبح أقروا. كي introduction this is قلنا اليوترين فيرشن راي يعني قليل، ليش؟ لأن كليتنا pre-occupied إنه إذا إحنا vigorous وسحبنا البلاسينتا بصعوبة وحاولنا بقوة رح يصير يوترين فيرشن، والقابلات متدربات وإذا صار بيهم هم هاي المشكلة يعني رح نطلعهم من الصالة في الكل ما أخذ حذرة. فصار رير كتكم أكو دورات قبالة يصيرون ممرضة، أول شيء ممرضة عادية وبعدين ممرضة ماهرة وبعدين يصير قابلة وبعدين قابلة متمرسة، ترى هاي الدقري همينة يعني يعني فإحنا من نسلم ولادة ما نسلمها لأي أحد، نعرف تعالي فلانة أنتي أوقفي على الولادة أنتي أوقفي وياها مراقبة وإحنا هم نكون موجودين فيرست والسكند بالصالة هم عليهم الليبر. أوكي فرأي كل شيء أنا ما شفت صراحة كل البورد ما صار عندنا يوترال انفيرجن. اوكي but potentially life threatening يسوي شوك ممكن الميضة ما تقعد منه. زين هو complication of يا stage third stage قلنا اليوترال رابتر ممكن antenatally ممكن بالفيرست ستيج وممكن وين second stage، هذا ما يصير مستحيل إلا تطلع الكونتين إلا يطلع البيبي يلا ينقلب اليوترال صح؟ إذن هو complication مال third stage of labor من دا أحاول أطلع البلاسنتا. It occurs in approximately one شوفوا إيش قدرين 20,000 delivery. زين the obstetric inversion is almost always an acute one and usually complete يعني اليوترس كله تقريبا يطلع بس أكو incomplete. زين next زين شنو الديفيشن term inside outside يعني ينطج على نفسه ويطلع برا عاجبه يطلع برا. It is called uterine version طعجه ويطلع برا يعني اللي هو كان فوق متخبي عنه وعن الأنظار وما شايفيه احنا راح يطلع لنا برا ونشوفه. okay inversion of the uterus mean the uterus is turned inside out partially or completely قلنا ممكن بس الفندس وينطوي ممكن كل اليوترس تلاقي طالع برا. okay then اكو partial or complete uterine inversion is the folding of the fundus into the uterine cavity in varying degree شوي عجب الفندس يوصل للنص اليوترس يوصل للسيرفكس يعبر السيرفكس يوصل نص الفجانة يطلع برا الفجانة. okay فهاي الدقري مالته. okay يلا next classification لا تحفظوها طلاب هاي just تمرون عليها مرور الكرام نهائيا اتركوها inversion of the uterus is classified
خلقتيها عيني على كيفك. ما يخاف حتى تتعلموها. In May literature according to the time, the degree according to time of event. خلي نشوف نمر عليها. ما أنه هي موجودة بالمحاضرة بس لا تحفظوها. When the fundus has turned inside out like two of socks, يعني كيس الجورب زين but inverted has not decentrally, يعني ما تشوفه بعد هو هيدن, انت ما شايفه لحد الآن, ما واصل ما عبر السيرفكس, انت ما تشوفه. Incomplete when the invert has passed the completely through to lie within the vagina, هذا بالإكزامينشن شوفه باي, or لا or lie often outside the vaginal wall. Okay, هذا according to the type complete or incomplete. هذا النورما, هذا شنو retroflexed uterus, هذا دا يقول لك هو أكثر عرضة إنه يصير ب inversion, هذا أو full slide. بعد next according to degree, first degree partially والsecond past the cervix والthird والfourth outside the vagina, كله visible طالع كل اليوترس fourth degree. قلنا هاي نتركها. اوكي بعد universal first degree, هذه اوفو عبرو عبرو هاي الصور شلون يطلع زين. شوف البلاسنتا بس رجعني اياها عزيزي المخرج. البلاسنتا شوفوا اتاتش والكورد, شوفوا بعد الكورد هاي دا يمثل لكم من باعوا من طال الكورد قدامكم بلاسنتا اتاتش. هاي مرات انت الشخص الترانفيرشن وذاوت يعني ما تمد ايدك بعد دا يطول دا يأشر لك السام انه الاتجاه. اوكي هاي ممكن بالسادس بالامتحان نجيب لكم اياها سلايدات شنو المانجمنت. اوكي نمسحهم سلايدات. timing acute within 24 of delivery, sub acute 24 ل 4 weeks of delivery, هذا كلش غير. هذا يصير weakness بالليجمنت هذا السب acute بي ويك وبعدها مو دي يصير بي involution. طلاب مو عندنا هذا ال 4 weeks صار involution مو يبدي يصير بالفلس ينقلب ويطلع برا. اوكي beyond 4 weeks delivery in or in non-pregnant stage, دولة اللي non-pregnant دولة هم يصير دولة weak ligament or retroverted, أي حركة تلعب رياضة وقعت بالقاحة يصير عندهم أو أي تروما to the abdomen, صعدت الابدومنا براشا دفعت لنا اليوترس. okay هذا مو لكم. causes أهم شيء هذا excessive cord attraction especially with an separated placenta, placenta من يمها والكورد انت تجرجر بي, تريد انت تسوي branded and rouse, branded and rouse يعني هاي الاكتف مانجمنت حتى تطلع placenta تجر وياك اليوترس. اوكي مرات هي لازقة ما تتقبلها هسه تطلع, يراد لها تصبر لها شوية لا تجرجر. اوكي لا تجرجرون بيها زين. excessive fundal pressure say when the uterus fully contracted atonic وتجي انت تدفع بي. اوكي ما يصير بلاسنتا اكريتي, بلاسنتا هاي ما تطلع, فانت دا تحاول تطلع الهاي تسحب وياك البلاسنتا وهاي طبعا نزربل اي بلاسنتا ويا بريفيوس كار, خصوصا دول البريفيوس كار بس حسيتها ما طلعت ممنوع تجرها مثل ما قلت لك تاخذها للعمليه وتفتح وتشوف. اوكي زين كونجنيتال بريدسبوزيشن اكفيت كونجنيتال ابنورماليتي مثلا طلاب انت البلاسنتا بمكان كانت والكورد جاي ومثلا البيبي طالع باليوترس بالجهه الثانيه, طلع اليوترس البلاسنتا بذاك الجهه انقلب هذا الجزء اللي كان بيه البيبي وذاك بعده زين فاندال امبلانتيشن اوف ذا بلاسنتا من الجرح من الفاندال يحب يرجع هذا سبونتينوس اور ياتروجينيك كوزز, يعني يا اما هو سبونتينوس قلنا يا ما يترجمك بس اهم شيء الاكسسيف كورد اتراكشن او بلاسنتا اكريتي مني مهمه كوزز. يلا بعد زين سبونتينيوس 40% ابنورمال شورت امبرايكال كورد بس بعدك حاط ايدك عليه سحبته اور فانكشنال شورتنج باي رونج ووربت اراوند ذا فيتال بادي. ها احنا من يجي مفتر على البادي شلون نحرر البيبي شو نسوي؟ نحط اصابعنا ونقصه
نقص اخو ما قريب من البدي ونسوي انجري من البيبي، نقص نحاول وين قريب لازم تنضحي بالطول حتى شنو حتى بعدين نفله من البيبي. تتصورون طلاب فهمتوا السالفه؟ يعني هو طالع من اليوتراس وملفلف على البيبي يخنقه مرات على رقبته مرات على الجسم مالته، فان شو اسوي؟ اقصه كلش قريب من البلاسنتا حتى احرر، لان ما اقدر اني ادخل مقص وادوات قريب من البيبي تسوي انجري كيف؟ فراح يصير كل شرط من اجي الزمه بسرعه راح تجي بايدي الفاندس وبلاسنتا. ساد الرئيس ان انترا ابدومينال فاشا هاي قلت لكم يا ديو تو ماترنا كافنج اور فوميتنج بعد اليوتراس مو كونتراكتد والمريضه تقحقح او صار فد سمثينج فوميتنج بوست ليبر مرات ينطيها هذول يعطوها ترامال انا الجيسيا والله على ابو يروح البين وهذا الترامال يسوي فوميتنج ممكن بعد اليوترس ما راجع بمكانه وموضعه صير اوكي زين. Morbid adherence of fundal implanted placenta قلنا connective tissue disorders such as Marfan syndrome دولة من يجيبون واهل المارفان نحط ايدنا دائما على الفندس ونضل كل ساعه رايحين جايين نفحصه شوفه بمكانه لان دولة weakness يعني اليوترس حاير بنفسه ما عنده سبورت ما شايل ليجمنت ما شايلته هو حاير بنفسه فما يقدر يشيل نفسه الا الكونتراكشن القوي يلا يلزم المكان ياخذ تايم ترجع الاوديما والبلف كونجستشن يروح يلا يرجع بمكانه ممكن يفتحون ويسوي له سبورت يلا يرجع بمكانه اوكي يحطوا له ميش يخيطون الليجمنت يقصروها اوكي يلا يعني زين الياتروجينيك طبعا مس مانجمنت اوف ثيرد ستيج اوف ليبر ان اهم كوز هذا بولينج ذا كورد وين ذا يوترس از اتونيك براندت اند داوز قلنا تدفع اليوترس لازم اكو كونتراكشن المريضه احنا مو قلنا ويا الدليفري ليش احنا اول لاين بالثيرد ستيج اوف مانجمنت اوف ذا ثيرد ستيج براندت اند داوز شنو هي تعلق بيتوسين شنو ايش جيت تحط اي كان انفيرجن اوكي زين كريزيس اكسبريشن واي ذا يوترس از ريلاكس هاي تفوت انت تسوي اكسبوجر للهاي الوول ماكو بلاسنتا بقايا وهاي هو بعده اتونيك هذا هم غلط عفوا هذا فولتي تكنيك ماتيرنال مانوال ريموفال بلاسنتا وايل سيبريتنج ريتينت بلاسنتا هو نفسه بورشن مي ريمين اتاتش لان المريض صراحه ستيل بليدنج هو احنا ليش خلانا نفوت ايدنا احنا مو صحيح تروز انفكشن تروما بس ما دام المريضه بعدها بليدنج فانا شو اسوي افوت ايدي اشوف اكو فد فراجمنت بلاسنتا او اني فحصت البلاسنتا مو احنا قلنا لكم الثيرد ستيج نفحط الكوتيليدون هاي تطلع لنا لازم تطلع لنا صينيه كامله قرصيه ماكو اي مس كوتيليدون اوكي زين مالك شوفي من دايره مش لي مامي يلا next is it pathophysiologic in a portion relaxation هاي هم عفوها downward traction by هذا شون طالع برا كله يترات ترى هاي الحمراء هذا الاندوماتيريوم تشوفوا الأحمر طلاب هذا الاندوماتيريوم انسايد منو مالك لحظة طلاب أنا ما بدي تطلع عندي إيه زين هاي قلنا هذا weakness بال next ثاني السبتم مالته هيمورج 94% لا ما inversion مو هيمورج 94% severe abdominal pain in the third stage هاي نقطة شيلوها أنا ما مقتنع بيها هذا guideline بس هو مو صحيح زين أهم شيء hypotension with bradycardia قلت لكم إياها تذكرون قلت لكم هو من يتحفز الفيغاس لأن هو قاعد بالبلفك أهم شيء hypotension with bradycardia شوك أو هو ليش حاط لكم الهيمورج تدون ليش لأن هي البلاسنتا تبدي تفصل بس مو كومبليت بس أنا ما أحب هاي السالفة أحب سالفة hypotension with bradycardia شوك out of proportion to the blood loss neurogenic due to increased vagal tone لأن هذا مو ينزل هيك ينطي في مثل نقول على وجهه ويطلع اليوترس راح يسوي stretching على pelvic plexus اللي هي
برانش من الفيغاس اللي سمباثيتك والبارا سمباثيتك. بولفيك بلكسس هي رج ان سمباثيتك وبارا سمباثيتك. اوكي زين. يوتران فانتس نات بالبابل ابدومينالي صح؟ لان طلع بره ماس ان ذا فيجينا مطوي تلاقي اكو ماس. اوكي سادن كارديو فاسكولار كولابس لام ان ذا فيجينا نفس الشيء عيد نفسه ابدومينال تندرنس ابسنس اوف يوتران فانتس عن ابدومينها عاديها عاديها بالطبع. المهم الاكزامينيشن اهم شيء فيتالي وابدومينالي وفيجينالي. هذول تقولوا لي اذا سالتكم تحسون ماس بالفيجينا ابدومينالي ماكو فانداس وفيتالي شنو؟ هايبوتنشن وبراديكال اوت اوف بروبورشن للبلاد لوس. يلا نيكست. شوك از انيشيالي اوت اوف بروبورشن بعدين woman becomes sweaty with bradycardia, profound hypotension and rarely cardiac arrest. In short term, ليش قلنا هو rare بس في mortality عالية؟ Short term, there is marked hemorrhage and hypovolemic shock. Okay? يلا, next. Diagnosis قلنا نفس الشيء upon clinical finding, bleeding, severe result in hemorrhagic, palpation, lower uterine segment, vagina, بالفاجينا إذا incomplete بس واصل للاوريوتران سيجمنت. أوكي by intrauterine manual examination تحط إيدك بالأبدومين وبالفاجينا حط ماس جوا إيدك. يعني ماكو تفاصيل يوترس, ماكو شيء اسمه فانداس, ماكو lateral phoneesis, كلها obliterated. أوكي يلا next. شو differential diagnosis هو هاي مهمة shock وbleeding وهاي inversion, uterine rupture, prolapse of uterine tumor, ممكن اكو عنده في tumor, large endometrial polyp, passage of succinate loop of placenta. تعرفوا هذا abnormal placentation loop من عنده طالع زين او polyp يدندلنا احنا عبالنا شنو هو uterus. اوكي اهم شيء الاثنين الفوق زين زين. شنو هذا؟ شنو المانجمنت؟ نفس الشيء كلها مثل الرابشة ABC Restation Immediate Replacement Uterus Replaced قدرت ترجع مانوالي زين. تدفع أول شيء بالفست بإيدك تدفعه وترجعه. دائما كقاعدة لا Last Inversion هو أول واحد ترجعه وتحط إيدك المات كل الأسستن ادفعوا لي أوكسيتوسين دفعوا لك أوكسيتوسين صار كونتراكشن يلا طلع البلاسينتا من يصير كونتراكشن يلا توخرها. لا اليوترس نوت ريبليس شو تسوي ستابيلايزيشن تدخل الجنرال مانوال ريدكشن يا اما كاب وفلويد قاش مال فلويد تدخله ويدخل يا اما تدخل تفتح الابدومين شو تسوي اكو ما يسحب الفندس لفوق زين وتخيط مرات التخيط تشوفه يرجع دروب يصير مارتلو رجعته صار كونتراكت يرجع دروب تيجي تضرب ستشات بالليجمنت الداين مدوع تسوي له سبورت. اوكي هذا الاوسيفيلان هيدروستيك ميثود ديبند ابارت ذا بريسمنت اوف ذا فيجينا 5 مول اور فيسيولوجيكال سوليوشن ندفعه ندفيه انت ومن من لازم اعلى من المريضه ويدخل بسرعه قاش يدخل للمريضه يدفع اليوترس مكانه. اوكي أور تفتح اليوترس قلنا مانوال ريدكشن تدفع تسحبه من الابدومن او فد ملقط خاص وخلاص. اوكي فهاي الاوبشن اللي موجوده. نيكست تيم وورك هاي قلنا ريستيشن لازم ويشران ريبوزيشن بوست بارتم مهم الجرال لازم متدربين على البوست بارتم لان مرات تراجع يصير عندك بي بي اتش يصير اون اوف اتوني. The quickest way to treat neurogenic shock to depress the uterus. Okay? بسرعة لازم بسرعة تتصرف. زين. هاي الميثود قلنا الهاند شوفوا الهاند شون هاي الفست هاي الستيبس شون تدخل على كيفك على كيفك ايدك تبقى هاي الفست اللي يصير contraction آخر صورة. Okay? The part the uterus which is inverted last is to be replaced first. هاي قاعدة بعد next نفس المانوفر عاديها بس منطيكم يعني انه استرايل هاي اللي انت دخل ايدك بالفاجينا ولازم لابس سيرجيكال جلوفز سيرجيكال ترى توصل وين وين لازم توصل للكريبتال فوسه
مالتنا مو هاي الجلوفز العاديه، جلوفز طويله سيرجيكال زين، من دول جراحين يفوتون يبحوشون بالابدومن هاي زين. يلا نيكست. Management of acute inversion قلنا delay in treatment increase the mortality so a number of steps are taken immediately. نفس الوقت اللي دا يسوون restation جماعتك انت تدخل ايدك وتسوي restation وها هي خلص كل هذا الحكي زين. يلا procedure هاي glove دو مدري شنو هاي هي تشيل الاطلاع. يلا next نفسها ايديها إذا هذا السستيند براشر لازم تبقيه. هاي كلها هاي شرحت لكم يا كملنا هاي إذا كونتراكشن باي مانوال زين. هاي إذا شنو إذا بحسيته مو كونتراكشن ماذا يفيد شو سوي ما رجعت شو سوي هاي باي مانوال حتى كيبت كونتراكشن فور ا تايم أوكي حتى لا يرجع ينقلب زين. هاي من شيل البلاسنتا انت مرجعته تبدي منور ريبليسمنت وخر البلاسنتا لين ما زال ظلت بالبلاسنتا راح يرجع انفيرشن ثقل ثقل عليه يرجع يصير بي انفيرشن بس طبعا تنتظر يصير كونتراكشن. يلا اوكي يلا نيكست. هاي الاوسا فيلان ميثود فلويد تفحص وفلويد ينزل شوفون. لا نيكست هذا ما يفيدنا السلايد شوفوا هذا كاب قمع دخله باليوترس وقش مال الفلويد دخله نسى مال الفاكيوم ممكن اشلعاني من الجهاز وادخل بيه قش مال الفلويد هذا نفسه سلايد كله نفسه شارح لكم منوفر ما مهمه. هذا شنو هذا شنو هذا فاتح الابدومن وده يشفط على اليوترس فنتوس ربط على اليوترس وسحبه شفطه تشوفوا شلون شفطه لما ده يقدر مطعوج داخل باصابعنا ما نقدر شفطه صعده فوق بالفنتوس هذا خوش لقينا فايد الفنتوس اوكي يلا بعد Holstein operation in this extraction of the uterus cervical ring may be stretched. هذا يجون شنو على السيرفكس يحررون هو الرينك صاير يسوون بي انسجن انسجن يكبرون ويدخلون أصابعهم ويسحبوه وراه يرجعون repair of the cervix اوكي ما كلش تكنيك مطلوبة من عندكم زين next كمل نكمل هاي كلها ممكن تنتهي بهستركتومي ممكن ايه اوفوها هاي كولبوتوميشن يعني نسوي الانجري ونفتحها زين كل هاي المانوفرات عفوها بس شرحنا لكم اياها اكسسف قلنا هاي الاشياء الافويدد مهمه الافويدد مهمه طلاب ارجع لنا شنو تبي اكسسف تراكشن excessive fundal pressure هاي كل الأشياء هي نفسها اللي predispose أنت لازم تتجنبها زين زين دقيقة واحدة طلاب بس عندي متكلمة دقيقة واحدة وأرجع لكم لتريتمنت قلنا هاي نفسها restoration نفسها تريبيوت ها سوي انت شنو تدخل جنالسيز يا اما تطي ريلاكسيشن وهاي اما هاي ساي مو مهم هاي انه بالبورد مو لكم يلا عبره هم البريفينشن نفس الشيء هاي معيوده سلايد زين هسه جينا على الموضوع اللي كلش مهم والمناري امبوليزم شلون اجيب لكم الكيس اكيد تشيستي تكبنيه باي بوست اوب بوست فاجينال ديليفري يعني صار لها هذا الشيء هذا الباثوفيسيولوجي هاي فور يو نيكست زين اوكلوجن اوف ذا طبعا بولمنري ارتري نعم
دكتور بالبلميرمبولزم يعني شفنا كذا يعني بالاي سي يو بالباطنية دكتور من الروح ان هي مثلا بوست اوب يعني مو او بوست فجال بس تاخذ كونتراسبتيف يعني يعني بوست اوب هي يعني ورد مهم راجع قامل تاخذ كونتراسبتيف يعني كونتراسبشن دكتور اورال كونتراسبتيف بيل يعني اي هو زايد الرسك طبعا اذا دي في تو هاي زايد زي ما لحقت هو دكتور اذا يريد يصير بوست اوب ماكزيمم اول اسبوعين اول اسبوع 10 ايام اسبوعين من يتعدى يعني قليل الا اذا مثلا المريضه باعوا منو اللي هيك يتاخر عندها مثلا هاي المريضه اللي تصير سكندري بي بي اتش تحتاج تنفتح مرت اللوخ وتنام تتعرض للمالتيبل سيرجري مو هذا يسوي شنو دامج دكتور للبلفيك اور فاسكوليتر انت تخب الارتيرا بس دول اللي يصير رسك ولا هو يصير باول اسبوع 10 ايام اوكي دول اللي عادي عندهم طبعا هو مرات دامج للبلفيك وهذا البلفيك فينز شو تسوي تأثر على اللور لم اللور لم راح يصير بيها استاسيس شو يصير خضرة والخضرة تعبر ويصير للاج اوكي فشنو سؤالك ماذا افتهم دكتور قصدي يعني الخلل من الكونتراسبتيف بيل لو هاي الزايد طبعا الزايد واي هيستوري مال بولمانبولز كونترا انديكيشن يعني مريضه تجي عندها هيستوري مال دي في تي كونترا انديكيشن طريق كونتراسبشن هاي صارت بعد كونترا انديكيشن نيفر ايفر ما عزا ورا 6 سنين من البريجنسي هذا عدته ما يصير تنطي كونتراسبشن اوكي زين اوكلوجن اوف ذا بولمونري ارتريز باي بلاد كلوت result from DVT that have broken off and traveled دائما دير بالكم بالإكزامينيشن إذا مريضة جتي أوديمة بالكالف لا تسوي حل manipulation touch عندك دوبلر عندك instigation لا تعتمد على نفسك لأن أنت هذا من تجي تفقص برجلها تسوي dislodgement صح؟ dislodgement of the clot ممكن يا DVT تحولها أنت pulmonary embolism okay؟ وشوفوا artery or arteries ممكن سيدمين ارتري ممكن مالتيبل ارتري ممكن سمبل بولمينر بازم اصلا تعبر بس شويه تاكيكارديا تاكيبنيا وتعبر هاي ارتريز تصير يسموها فيتال او ميجر بولمينر بازم المريضه ما لحق عليها ديد اوكي زين ارتري سيركوليشن is one of the leading causes of preventable death in hospitalization. Preventable شوفوا الامنيوتيك فلويد امبوليزم ماكو تيست يشخصه لا يراد لهاي اندكس اوف سسبشن وفي عطل بولمونري امبوليزم ارحم من عنده اوكي هو ديفرنشال دايجنوز مالته بس هو ارحم من عنده يعني المريضه اللي تعبر من تاكيكارديوتيزم ديسنيا ما نقول عليها كانت امنيوتيك فلويد امبوليزم ممكن صح يعبرون بس يمشي كلامنا ويا شنو البولمونري امبوليزم اكثر فيتالتي اعلى يلا نيكست يا رقم وصلنا سلايد هاي اللاج شوف مال بولمونري هذا ماسيف ماسيف بولمونري امبوليزم باعوا شلون نيكروسيس زين يلا عيني نيكست سورسز من الدي في تي حاط لكم اياه انتنا اليك اوف ذا رايت سايد شنو هاي ما اعرف اوف ذا رايت سايد اوف ذا هارت امبوليزم ما اعرف اير امبوليزم منين يجي الاير امبوليزم والفات امبوليزم طلاب One fracture. عافية فات. والاير. Puncture fluid. مو صحيح؟ مرات fluid ليش نقول له من آخر نقطة سدوا الكانيولا صح؟ لين يدخل اير للفين. صحيح؟ amniotic fluid embolism. septic embolism. tumor embolism. من الامنيوتك يروح. amniotic fluid يروح. مو صحيح؟ للcirculation. أو tumor. تنزع خلايا وتروح صح؟ زين بعد نيكست تمشي دي في تي هاي سمو فيرشوال ستريت تعرفوا ماخذيها بالباطنية مو؟ شنو البريدسبوزي؟ اندوثيليال انجري احنا المهم عندنا بالنسائية منو الاندوثيليال انجري؟ البري كلامسيا هايبر كوغلبل ستيت هو اصلا البريجنسي هو فيسيولوجيكلي هايبر كوغلبل ستيت سيركوليتري ستيسس دول البيد ريدم اللي بريفيا واللي اقولها ارتاحي اللي ثريتند ابورشن اللي سويت لها ميجر سيرجري ونامت ما قدرت تمشي اوكي فدول ينطبقون علينا كلهم يزيدون الريسك مال ثرومبوسيس يلا نيكست
risk factor نفسها قلنا major surgery major trauma زين اوكي next هاي كلش مهمة دول الكوزز يعني for you انه تعرفها شوف الاستروجين oral contracept دكتور risk مو دكتور محمد شفت الرسك؟ نعم دكتور نعم دكتور يلا اوكي لا دائما الامرجنسي tenfold more than elective surgery زين عند احشاء السيزيرين حتى عن other surgery كل emergency more زين بعد هاي انتو تحفظوها هاي كلها انتو تحفظوها عليكم دولة انتي فوسفوليميد والهاي هذولا ليش ننطيهم ايبارين تحت الجلد صح ليش ننطيهم اسبرين حتى نمنع الخثرة ما نمنعها بالرجل نمنعها بالبلاسنت اوكي زين اللي موبيليتي نيوروماسكولار دولة دائما بالار سي والانتنسيف بارين تحت الجلد اكونتنت تو ذا بادي ويت هاي يعني يخافون من الدي في تي والمري امبولزم زين بعد نيكست نيكست ايه عندي محاضرة زين سمول وميديوم ماسف هاي فور يو بعدين هسه راح تحبون في اليوم تطلعون عليه زين differential diagnosis هنا الكلام زين اجيب لك differential diagnosis myocardial pleurisy pneumonia bronchitis pneumothorax costochondritis ورب fracture هاي العلامة يعني اوكي زين زين شو تسوي investigation هاي سي بي سي coagulation profile ليش لان دوله صحيح ESR is that LDH دي دايمر مو كلش ما يعتمد عليه بالبرغناسي sensitive but not specific اوكي ممكن اذا عالي positive يمشي وياه وانت شاك 100% 90% يمشي وياه بس النيجاتيف not excluded كيش طلاب احفظوا اوكي have related دي دايمر in the absence of the يعني دا يقول لك واي منهم نيجاتيف واي زين يعني ايش قلت الكات اوف 500 هسه هاي كوفيد يسالوكم اكثر من 500 دي دا ما مقبول اقل اوكي زين بعد هذا الاوتو اس بي اوتو معنا امشي الاي سي جي اللي سالت الكل بالامتحان ما حد جاوبني هاي شنو احفظوها اسواني كيو 3 تي 3 بياليد بياليد دكتور بليد 1 وليد 3 عافيه هاي احفظوها بالعملي نسالكم بيها اوكي زين بعد تشستري هاي يعني فور يو يعني حتى ما اخذتها من فد كتاب يعني مصورتها زين هذا شوفوا اوليميك اوليجيميك يسموها حيل سودة اللانج الصير تشوفون ليفت سايد حطيكم نجمة اكثر ديشي اكو شبكة العنكبوت مات الفاسكولا هاي شبيها اوليجيميك يعني شنو يعني كلها سودة زين لأن الفاسكولار مسدودة ديش الشبكة العنكبوتية اللي بالرايت سايد واضحة حاط لك نجمة هو اوكي زين بعد اي نفس الشيء هو هذا يلا بعد هاي الدوبلر هذا اللي يسوى اوكي فالترا ساوند قولي ودوبلر هذا شنو هذا تيست يسوى فنتيليشن بيرفيوجن سكان اوكي هذا لازم تسوي اكس راي يلا تسوي فهسه صار عندنا الانفستيجيشن صار عندنا الدي دايمر تشيست اكس راي صار عندنا الاي سي جي وصار عندنا الفنتيليشن بيرفيوجن صح بعد هذا صار سي تي بولمنري انجيوغرافي صح هذا سي تي بولمنري نلون ونشوف وين مسدود اوكي عجبتكم صور حتى تطبع ببالكم بعد يلا نيكست كو صح هسه اكثر شيء بالايكو لان اكو
إيكو بالمستشفيات كانوا يسووا كارديك تروبونين، هذا يسوي حتى إكسكلود أنذر سيريس اللي هو أماي. يعني أكو إنفستيجيشن طلاب لنوصل للدياجنوسيس، أكو إنفستيجيشن تو إكسكلود أنذر دياجن. منطق بيها أكيد باطل صح؟ يلا نيكست مانجمنت شنو؟ أنتي كوغلا لأن تركض تنطي هيبارين ترمو العيسز إذا ماسف وتقدر دخلها أرز تنطي ستريبتوكينيز أو أنتي كوغلانت. فالمانجمنت سهلة، لا جايبتكم دوزز ولا شيء، بس لازم تقبل هاش مسوي ريستيشن بين ما يجيبوا لك الهيبارين وتحسب الدوز ويجي كاب الباطنية أوكي، تسوي تطي أكسجين تنطي كانولة تسحب انفستيجيشن تنطي انرجيسي بثيدي مورفين صح؟ إذا عندك مثلاً كارديوجينيك فلويد إيش تنطي؟ دوبيوتامين دوبامين انشرب زين؟ يلا نيكست امبوليتيك شنو؟ ستريبتوكينيز موجود متوفر كل مستشفى، يوروكينيز التيبليز التيبليز هم متوفر زين؟ هذا كل الدوزات والهاي ما مطلوبة عنكم بعد زين ولا هذا همنا مطلوب بعدكم كيف استعرفون شي قد ننطي بس ارجع لنا بالله بلا زحمة 70 or till clinical improve follow up by BTBTT ننطي 17 ايام بعدين نغير الدوز. هسه هاي عندنا احنا management dose بعدين نكمل على prophylactic dose 3 اشهر وهذا الاكيو 7 على 10. بس شنو لازم نتابع بالبي تي تي، لازم دائما الرينج من 1.5 إلى 2.5 اوكي ما يصير اكثر ولا اقل زين. الوارفرين بعدين من تطلع نحول البروفلكتيد ممكن نقطع الهيبارين ونحول على وارفرين من 2.5. طبعا انت قبل ما تقطع الوارفرين الهيبارين تبدي بالوارفرين لان هو ياخذ 3 تو 5 دايز يلا يبدي الاكشن مالته سامعين مو هاي السالفة؟ started with heparin 5 to start acting duration 3 to 6 months هذا تكمل انت monitor by MINR الوارفرين ولا الهيبارين لازم تتابعهم حتى الدوز تقللها وزيدها سين المينيمم 2.5. يلا next recurrent DVT دول يصيرون يحطوا لهم هاي الشبكة شبكة بالinferior vena cava حطوا لهم حتى تفرمت اللي دايجي من الرجلين اوكي انت عالجتها بالبولمري وصارت انذر اتاك ينصحوك انه تصيح جراح وتحط لها هاي الشبكة اوكي لان مو كل مرة تسلم الجراح ممكن هالمرة يصير فيتا تروح منك المريضة امبلكتومي يفتحون سيرجري اذا تشبيه خصان المين راح تخسر اللان كلها يفتحون ويطلعون الثرومبوس الموجوده زين كاثيتر او سيرجري بالماسب لايف ثريتنينج زين شو وقت تسوي الامبلكتومي اذا هسه عندنا انتي كوغولانت وعندنا ثرومبوليتيك وعندنا امبلكتومي اوكي زين كومبليكيشن انستانت ديث اكيد كرونيك بولمناري صارت اكو تغيرات كل شيء يصير بالبولمناري فاسكولاتشر ينعكس على اللانج يصير كرونيك بولمناري هايبرتنشن ينعكس على الرايت سايد مات الهارت يسوي هارت فيلر بعدين ممكن يسوي ليفت سايد اوكي ريسبيريتوري فيلر كونجستيف هارت فيلر اللي قلت لكم ينعكس على الرايت سايد والريكرنس الريكرنس تعتبر كومبليكيشن قلت لكم هالمره عبرت مرة الثانيه احتمال ما يعبر اوكي يلا نيكست البروفيرجن طبعا البروفيلاكسيس ده سنجل موست فور انشورينج بيشنت سيفتي هوسبيتالايزمنت يعني اي مريضه دخلت امرجنسي احنا نبدي وياها هيبارين وهي بالمستشفى اوكي خلصت خلصنا من عندها تطلع للبيت على بروفيلاكتيك دوز ونشوفها ونتابع تحاليلها اوكي او اذا محتاجت لهالدرجه مو انتوا هاي ما اقدر اشرح لكم صعبه اكو ميديوم ريسك واكو مايلد ريسك واكو سيفير ريسك المايلد نقولها بايرلي موبيلايزيشن وستوكينج المودريت اذا المودريت تو مودريت اعاملها سيفير بس اذا سنجل مودريت ريسك نفس الشيء ستوكينج وايرلي موبيلايزيشن اوكي زين
وعالج المنجد اوف ريسك فاكتور، دائما قول ريسك فاكتور ما خليها تعطش، دائما ديهايدريشن، وعالج مثلا سيفير انيميا زين، او مثلا بوليسايثيميا مثلا عندها فد انجري فار سمثينج ريبير، كيف احاول اقلل الريسك فاكتور. والفولو اب قلت لكم لازم تسوي فولو اب للمانجمنت، اعلي انصي انفستيجيشن، اسوي لها دوبلر للليك، اقول لها ماما خمس سبع ايام تعالي اسوي دوبلر للليك اتاكد ما صارت عندك خضره، يعني انت عمليتك كانت كبرى واحنا ما قدرنا نتجنب الانجري البلفيك فاسكولاتشر. اوكي زين، هاي اللي قلت لكم اللو ريسك والمودريت شو تسوون وياها زين، هاي فور يو، هذا كتاب البورد مالتنا يعني، بس تقروها هيجي ويعجبكم، هذا هم عوفو من الكتاب مالتنا. هسه بقالنا الامنيوتيك فلويد امبوليزم. اوكي يلا زين، is a threatening obstetric emergency. It happened due to sudden gusher of amniotic fluid. بيشنو هذا الامنيوتيك؟ fetal cell, hair and amniotic. شنو هاي الدبريس يعني؟ هاي مو دبري او دبريس. انتري دامتنا circulation. Sign symptom sudden collapse قلنا لكم. Due to profound hypotension, hypoxemia, DIC. المريضة إذا عبرت sudden collapse وهاي راح تبدي DIC. تشوفها من مكان الكانولة زرق مكانات برجلها صارت إيه محتمال intracranial hemorrhage وصارت sudden loss of consciousness or vaginal bleeding. Okay؟ فDIC كلش مهمة complication مع amniotic fluid embolism. زين. Causes هاي عليكم placental abruption uterine any abnormality باليوترس الكلامسيا البريبارتم كارديوميوباثي. اوكي زين، هاي spinal anesthesia aspiration local anesthetic زين، pulmonary non obstetric causes نفسه pulmonary air كل هاي تدخل بالdifferentiosis. اوكي زين، شنو الاشياء اللي تزيد الريسك مال امنيوتيك فلويد؟ هذول الريسك كبيره المريضه نفس احفظوها كبيره مالتي بارا ميكونيوم اوبستراكتد ليبر لان هذا اكسسيف الفلويد وين داي انسايد اليوترس اكسسيف كونتراكشن داي لياق لما كان حد يهرب زين، انترايوتران فيتال ديث بولي هايدرامناس تيتانيك تران كونتراكشن هذا اهم كوزز طبعا زين، maternal of allergy or atopy, tran rupture, placenta accrete, trauma, diabetes, operative delivery، هاي كلها الريسك تحطها ببالك يصير عندهم amniotic fluid embolism. Next. اي anaphylactoid syndrome لان هو مثل anaphylaxis بسرعة، هو ما يعني هو سموه بس هو مو anaphylaxis، هو أصعب من الانفلكسز. أوكي بس هم سموه لأن كلش بروكريسيف بسرعة زين. exposure of maternal circulation to the amniotic fluid fetal cell debris may lead to hypoxemia pulmonary بسرعة يصير عندهم hypoxemia بحيث تحط الأكسيميتر يقرأ 40-50. أوكي pulmonary vasospasm vasospasm cardiac failure هذا الميكانيزم اللي يشرح لك شي يصير result in activation of the complement associated stimulation endogenous immuno حمودي شوية يا حبيبي يلا producing زين amniotic fluid also contain procalin tissue factor طبعا هاي الابنورمال تسوي يا اما injury يا اما تحفز الكواجيليشن سيستم ويصير كلوت يا اما هي بحد ذاتها هي كلوت. اوكي زين بفيسز اللي تعبر الفيس 1 عاشت تعبر بالفيس 2 ممكن يعبرون 2 فيس ممكن ما تعبر اصلا الفيس 1. اوكي ذا باي كومنتر ريليز لا بالله ارجعنا اوف ذا انتري اوف ذا نيوت يصير شنو فازو سبازم بولماني المشاكل بعدها بداخل الهارت واللانج. الفيس 2 شنو صار فيلر صار شنو دي اي سي احفظوها الفيس 1 هو بولمونري وكارديوفاسكولار فيس 2 هو دي اي سي. اوكي نيكست
symptom dyspnea cough headache chest pain sign hypertension fetal distress ممكن يصير قبل الليبر sudden fetal distress وسمتين واصلي المدر المدر صارت شوك هاي وهم بنفس الوقت صار fetal distress مرات من الهايبوكسيا مرات لا انا بقى قالوا ان هو نفس الامنيوت فلويد يدخل للسيركوليشن زين بولمينر اديما ار دي اس ساينوسيس كوغلوباثي هو دي يعني دخل بالفيس 2 سيجر صارت لانها من السيجر ليش يصير ممكن دي اي سي ممكن من الهايبوكسيا صح برونكوسبازم شي يصير chest pain زين فهو مشابه لهواية امور الرائد له هاي اندكس اوف سسبشن زين هاي سوي اي تران اتوني هاي هم نقطه مهمه سوي تران اتوني سدن كان اكو كونتراكشن هاي صار تران اتوني يلا نيكست is diagnosis of exclusion قلنا ماكو اي تيست هو شفت الساينوس ستة مشابه للكل ماكو اي تيست ينطينا جارانتي يقول 100% هذا هو امنيوتيك فلويد اكثر الحالات المشخصه هي بوست مورتم من تموت المريضه حتى يريدون يعرفون هذا تقصير طبي لو هي المريضه عندها فت كونجنتال ابنورمال مشخص بوست مورتم يعرفون انه هذا امنيوتيك فلويد امبوليزم اوكي زين اهم شيء شنو التريتمنت مانتيني اوكسجين كل شيء هبط بسرعه على الاكسجين مالته اكثر من الفولمينري امبوليزم اوكي هيمودايناميك سبورت زين الهايبوفوليميا نفس البولمينري امبوليزم نفس الاي بي سي ونفس الريوتارت وكلها تبدي بالاي بي سي حتى الاتيوم زين 100% اوكسجين زين اير واي وفنتيليشن زين اذا وصل الكاردياك سوي سي بي ار او تروبين دبيوتامين نفس الشيء send for investigation تقدر تصلح من الدي اي سي تعطي سبورت بلاتيليت فايبرينوجين وول بلاد فريش بلاد تنطي زين زين next نفس هذا كل حجين تسوي مونيتورينج شوفوا هاي قلت لكم اياها والله ارجع لنا قلت لكم لازم تنطوا فايبرينوجين وهاي ليش لان دولة مو مثل البالميرز بسرعة يدخلون دي اي سي فانت من صار عندك هاي اندكس وقلت هاي الميضة بسرعة انطي كرايو فايبرينوجين وول بلاد زين اوكي next investigation دي اي سي اكثر من 80 فشو تسوي انت انت مو قلنا اول كلمه هو شنو diagnosis of exclusion فانت تسوي اي سي جي حتى شنو exclude الام اي شنو pulmonary embolism صح chest x-ray pulmonary edema تشوف بي او exclude اصلا اوليجيميا pulmonary embolism تسوي ايكو serum tryptase ليش حتى اكسكلود ام اي صح زين اذا هو اذا كلها نورمال اذا انت تمشي الى امنيوتيك فلويد امبوليزم نيكست انت انسكر طبعا كلش ريسكي بيشن زين زين انهالد نيتروك اوكسايد او بولميني هاب فور بولميني هاب ليدنج تو رايت سايد هارت فيلر من نعطيها نيتروك اوكسايد يعني كي ان ال جي سي او انستيزيا زين ندخلها بالار سي يو وسبورتس اذا صارت هارت فيلر نعالج الهاي فيلر صارت دي اي سي يعني سيبتوماتيك مانجمنت شنو الكومبليكيشن اللي صارت لنا هي نعم. اوكي كاتب لكم شوف فنتيليشن انتروبيك سبورت هيماتولوجيكال ستيرويد مي بي يوسفول هاي على مود الهايبوتنشن حتى بسرعه ترجع المريضه يلا نيكست هسه اخر موضوع امباكتد هاي طلاب مو ال سيزيريان شارع هسه سيزيريان سكشن يلا دائما وين يصير؟ يصير بالسيزيريان سكشن صح؟ ممكن يصير بالفاجينال بس سيزيريان is the most common obstetric operative procedure performed however obstetric can face many difficulty وحده من عده هاي difficulty يلا next Type of flower هاي for you أنا شفتكم ما هاي
لا سيزيني هو اكثر شيء اللي هو السيجمنت هو اللي ان ان, إن شو بها ماما هسه خلص شو هنا وافتحها اوكي زين هو اكثر شيء باللور سيجمنت نفتحه يعني اذا فتحنا كلاسيكال ما كلش مهم اقدر اسحبه اكثر شيء باللور سيجمنت هو ما نيكست نيكست هاي همينة هيتش فور يو يعني زين هاي ترى همينة يعني فور يو هيتش تقوى عاست زين سنة جاية إن شاء الله نسألكم بعد زين هاي همينة عفوها ما سزارين هاي همينة عفوها خلي نوصل للمانجمنت لأنه مالي هاي هيتش عفو هنا يوم سيجمنت وهذه في كالس اي هاي ديب لي ارجع لي هاي اي deeply engaged head the best method to dislodging the deeply engaged fetal head include abdominal vaginal delivery يعني تدفع لك اياه من جوه للفاجينا وانت تسحبه من فوق او شنو part one has shoulder first technique تسحب الشولدر انت مو فاتح السيزيرين نير الشولدر والهيد جوه تسحب الشولدر واحده والثانيه راح شنو من تسحب الشولدر شنو بس هاي عمليه كل الصعبه ابدا احنا ما راح يصير انسحبت الشولدر شنو ينسحب البيبي الهيد وتطلعه ديس امباكشن وتقدر تطلعه بس هاي كلش ريسك وتفتح السكار اوكي الموديفايد نفس الشيء شو تسوي زين زين يو موديفايد هاي شنو لا تسحبها بريج طب بيدك تسحبها بريج يوز اوف هيد اليفيتر اكو مخده خاصه تفوت هي مطويه من تفوت بالفاجينا تنفخها يا اما هواء يا اما سائل تنفخ تدفع مخده هوائيه تدفع راس البيبي حتى لا يصير انترفينشن يعني هاي الايد ما لها اساس ممكن تسوي انجري لك وطبعا هي مره حتى لو 100% مو ستك 100% فهاي يفتحوها طبعا disposable كل استعمال معقمة من الشركة ومضغوطة ومفرغة من الهواء ندخلها وندفع بيها يا أما فلويد يا أما هاي سوي dislodgement زين أما فورسبس قلنا تذكروا من قلنا لكم ممكن فورسبس زينين اليوم طلاب الولد قالوا إيه البنات قالوا لا فهو إيه ممكن فورسبس delivery كي يأسر راس أطلع فورسبس يلا نيكست شو بقالنا يفيدنا بس المانجمنت هاي البارت 1 هاي هيتشي فور يعني هيتشي بس تشوفوه حتى تسمعونه يعني هاي البريتش هاي ماستر زيرين هذا كل هيتشي كل حاجة هذا اتركو اوكي اي هذا كل تعس زيرين وان كنتوا كلش ضعيفين بالكومبليكيشن هاي اول زين خلاص صارت صعبة مو قلتكم قبل ما أعطيكم هذا السي قلتكم ما قاعد تبديش المحاضرة ما شارحته خلاص ينترك هسه أنا تركتكم إياه ماشي هسه 150 جيس صارت ترى صفر وثلاثين يجوز بس هاي بعدين ترجعون بالسادس كلها أقول لكم هاني منطيتكم محاضرة وأقرع رأسكم كلها لازم تقول بعدين هسه احنا امتحان وبأزمة هذا عنده سؤال طلاب ترى بس ولا زحم بال ليش ذابتك يعني لها ريسك فاكتور الامنيوتيك فلويد امبولزم يعني ما اعرف ليش هو سوون بحوث ما اعرف ليش هسه الكوفيد حايرين هو امنيوتيك فلويد دي يجون هاي يعني ما حايرين هو الكوفيد هسه صار ريسك سوي ما أدري إندوثيليان إنجري من يعرف كوفيد ريسك هسه طبعا ما ينزل إلا ورا سنوات وبحوث صح نعم دكتورة إن شاء الله بامتحان الفاينال شو بامتحان الفاينال دكتور يعني الأسئلة مختلطة أسي وأم سيكيولو بس أم سيكيولو أم سيكيو أسي تمام حضورين والله دكتور لي حد اي زين
إن شاء الله باكر راح تطلع لكم درجات الفصل الثاني حسبنا الغياب لكم هواية كلش بالفصل الثاني عندكم غياب والدليل اليوم زين. فبعد تريدون تحسنون نفسكم على الخامس السادس أنتوا تيسعد الديجري مالتكم، تريدون تبقون على هاي تتأذون بالسادس. هاي آخر كلمة أقول لكم يا قبل الامتحان الفاينل، وأشوفكم إن شاء الله بيوم الامتحان 14 و15 طلاب من جروبنا. أوكي إن شاء الله إن شاء الله أفاديتكم. لا ها هي تدللوا إن شاء الله.